يعني النهاردة هنتكلم على الهيرنيا ريبير. بصوا الاول اسألكم انتوا بقالكم قد ايه بتاخدوا جراحة؟ خدتوا الهيرنيا نظري؟ خدتوا الهيرنيا نظري؟ انت بتردي يعني طب يعني ايه هيرنيا يا دكتورة؟ انت رديتي بسرعة يعني ايه هيرنيا؟ خلي بالكم يا جماعة في امتحانات عندنا على فكرة احنا اسم الجراحة اسم طيب، يعني مش بنسقط حد ونديله درجة وحشة إلا إذا كان ضايع خالص. يعني بمعنى إيه؟ يعني بسألك بيزي، ولعلمك لو سألتك أي سؤال سوفيستيكيتد وما ردتش عليه مش بحسبه. أنا بس لما أسألك وات إز جوندس؟ ما تعرفش، دي مصيبة. وات إز هيرني؟ يعني إيه ميتيمسيس يا ابني؟ دي أسئلة تسقط. ده أنا بسألك بيزي، ما السيرم كرياتينين كام؟ لكن ده ايه السيرم تي اس اتش ليفل مش عارف، مش مهم الاي سي تي اتش مش عارف بيطلع من البيتيوتر الصبح ايه وبالليل ايه، دي اسئله غلسه وانا عارف مش بحاسب. لكن بقول لك ايه، هو الهيموجلوبين كام؟ هو السيرم كرياتينين كام؟ لا، قبل ما نتكلم عن هيرنيا ريبير عايز اسالك سؤال. وات از هيرنيا؟ يعني ايه هيرنيا؟ المحاضر اللي بدأت بمحاضر اسمها هيرنيا ريبير، سهلة جدا، وراك خمس دقايق هيرنيا ريبير ده ازاي سهل، بس الأول اللي قدامي ده عارف يعني هيرنيا؟ زي ما أنا قلت إيه؟ مانجمنت في ميتاليسيس، هو مش عارف يعني إيه ميتاليسيس أصلاً؟ فاهم قصدك إيه؟ مش عايز حركة، عايز يرجع يتحرك تاني. قول يا أستاذ يعني إيه هيرنيا؟ لا تعب عليك هيرنيا. بص بقى الطالب اللي يفرق على فكره، انا
هديك ضرب والراجل ده نفس الضرب. طب ايه رايك؟ ما في فرق. طالب تاني بيقول لي ايه؟ واقف في جنبي قال لي لا بص خير ده طالب بتقول لي انت استاذ ده زي ده ولا لا؟ على فكره في الاخر المعلومه هي هي يعني خد قرر يقول لي حاجه. واحد عبر عنه واحد تاني قال ايه؟ هرميا is a protrusion on the anatomical side of hernia. The essential diagnostic site of which the definition is given and it's about size of hernia from cuff. It is composed of the fat, set, content, and coverings. It may contain any organ or part of the organ except the vacuoles. You're right. طالب طبعا شاف الاكشن اللي بس لو تلاحظ برضه ما قلتش معلومات جامده خلي برضه هي نفس الكلمه تقريبا بس امبريسف خلي الراجل يبص لك كده ايه باحترام وانت راجل محترم كده وتبص لك هديك درجه لكن ممكن طالب تاني يعمل نفس المعلومات بس لغه رقيقه ديفيكت لكن قبل ما احلم بدول في الاول بحلم بايه؟ اعرف السمعه، بعرف
الطالب عايز على القلم كلمه هيرميوتومي هيرميوس هيرميوتوم. ايه الالفاظ الثانيه؟ بصوا في الطب كلمه هيرميوتومي means removal of the hernia sac. هيرميوتومي means removal of the hernia sac. على فكره هي لفظ غلط، عارف عندنا في الطب في الفاظ عايز على القلم عيب ما تعرفهاش. اوبتوم يعني افتح، اكتوم يعني اشيل، اوستوم يعني اوصل. فبقول لك جاستروجي اوستوم يعني اوصل استروجي. طب بقول لك كولوستوم ايه ده؟ تجيب كل ما تاكل كله كله يعني كله اوستوم يعني افتحها يعني تجيب كلمه اوستوم تو اورجن اقصرهم على بعض. طب في اورجن واحده جاستروستوم ايه ده؟ كولوستوم ايه ده؟ فتعالى توصل حاجه حاجه مع بعض. بقول لك جاستروستومي كولوستومي سيكوستومي سيكوستومي فتح السيكا على بعض كولوستومي فتح كل على بعض فاهمين؟ فدي كلمه كولوستومي. ففي الفاظ بتبقى غلط بس جرى الحكم عليه يعني بقى يا جرع عرف ده كلمة هيرميوتومي. فبيقول لك عندنا في الطب اللفظ المشيع حتى لو غلط تسيبه يعني لفظ جويتر جويتر شغال الإدارة السيولوجي شغال الوضع في الأصل العلمي كلمة جويتر يعني لارج بروبلم. فكان بيجي لنا ناس زمان عندهم الحتة دي كبيرة كده كانوا فاكرين لارنس كبير بعد طلع فينا بعد ان في غده هنا قدام اللارنس مع السيولوجي اللي بيكبر. فكلمة جويتر كانت جدر جدر مين ثروت. فكلمة جوندر معناها اللغوي اللارج ثروت معايا. لكن اتضح فيما بعد في غده اسمها السيولوجي هي اللي بتكبر مش اللارنس اللي كبرت. لكن اللفظ كان مشيع خلاص انا بس بايولوجي بس الحط قدامه ديفينيشن جوندر يعني اللارج ثروت. يبقى لغويا معناها اللارج ثروت طبيا بنستخدمها لا اللارج ثروت. فين القصد؟ اللي انا عايز اقوله هيرميوتوم يعني تشيل الهرميا سات تشيل الهرميا سات اب تو اكس مان فاهمين؟ هيرميوغرافي يعني بص لو انت عندك شكل الشيك ده مقطع اصلا فاهم القصد زي اللي هي الموضوع بتاعك لو انت شكل شكل مثلا جاي ها وشكلت الشكل الفتحه دي مثلا تمرين جاي بس ولا فتحه تمرين جاي وغالي عليها وجاي اول ما تسرحت مقطوعه هل برميها؟ لا فتحه تمرين جاي انا قاطع بلد فاهمين قصد ده؟ طب اخيط انا في البيت كده هنظلم الخيط مش متوعد ولا احسن رفه صح ولا غلط؟ الرفه ده اللي هو بيمسك الملابس بيخيطها بحب نفس دول ان فيري فاين واي وما تبانش ويا اما كان غير جرافي الرفه يعني يعمل غير الملابس كلمه رفه في اللغه اللاتينيه يعني فاين ريبير مش بقول لك ايه انا بتاع القطع يعني مش طاقه ما دي الرفه يعملهولي فهي دي نفس الكلمه عبيط اول حاجه غير جرافي باللغه اللاتينيه هي بيعرف تساوي ايه؟ هي بيعرف عشان تعرف يعني كلمه هي يعني الطب في المثال لو فهمته هي بيعرف هيرميو هيرميا رافي رافي ميز فيري فاين ريبير اللي هي من الرفه بتاع الملابس يقول لك ايه؟ هير بيعرف ميز هيرميا ريبير فاهمين؟ انا لو عندي مثلا خرم خرجت منه ساكن فتحت سلمت الساكن وجيت دخلت مونتاج وباخد الساكن عند الباب خلاص كده خلصت او خلصنا هيرميوتو ميز بعد كده ادخل مقدوم للمصر كده بيبقى هيد بان ابزوربر اسمه انترولين عشان نقفل الديفكت ده يبقى انا كده عمال هيرميوغرافي فاهمين قصدي؟ مش لازم تقول هيرميوتومي اند هيرميوغرافي يعني ايه؟ لما اقول لك عمال عندي هيرميوغرافي هي ضمن تشمل الاثنين هيرميوغرافي يعني ايه؟ بالبلدي كده شلت الساق واخدت الديفكت بالعربي شلت يعني مش لازم تقول هيرميوتومي اند هيرميوغرافي هو ضمن قرار عمال هيرميوغرافي بعد كده خطوه اللي قبلها يقول لك تعالى نعمله هيرميوغرافي يعني عملت اذا كان فتحت رميت الكونتنت جوه شلت السلك قفلت الدفاع. طب ايه معنى كلمه هيرميوبلاستي؟ بصوا طبعا الدرينك اللي عايز اقولها لك بص هيرميوبلاستي يعني تركيع الدفاع. طب انا دلوقتي جيت بعد عملت هيرميوبلاستي يعني هيرميوبلاستي ايه برضه دلوقتي الراجل ده حاطط ضعيف مش كده عامل زي الهنريه هو اللي فاكر حياتها. الراجل ده معاه اول روح كده هيجي له ريبارز هو الحكيمه اللي جنبي ايه؟ اديني ماشي زي الصوره اللي قدامكم دي شبكه شبكه فيها انواع كتير شبكه فيها ابزوربر من النار ابزوربر من النار ادي مثلا شبكه نار ابزوربر زي البرولين ماشي احطها على الدفاع. الشبكه دي عباره عن فويد بادي بتنديوس فايبروزز فتطور الدفاع بالعرض اللي بتعمل طبقه محاره ومرحله الدفاع بتطلع من الفايبر تيشو. وليه معمول الشبكه؟ ليه ما بتبقاش كده زي ورق التراث ده؟ هي الخروم دي مقصوده عشان فايبر تيشو طريقها من على الجنبين يعني فيروس فيها
لو يضني اشيل السد، لو يعرف اشيل السد واقفل الرفاق، لو يخلصني يعني في العمل كده على الرفاق، حط له ربع زي بص هدول بقى معلومه جديده. بص التريك دي قبل التريك ده زمان انا خريج 89 يعني اقدر اكون سنتين مش كده؟ 89 كانوا بيقولوا لنا بالظبط انتجيشن اوف فيرنر بلس ركز انا جايب البيت النهارده عشان اعلمك الحته اللي علمتها دي يبقى انا علمتك التريكه جميله جدا. فيقولوا لنا حفظها حفظها ولا نسيتها ولا حفظها مش هتعمل حاجه بلوس هتتعامل في الاوفر فيرنر فاكر فاهمين؟ فالراجل قال لي يعمل انتجيشن اوف فيرنر بلس ايام فيرنر فور مين انتجيشن للفيرنر بلس يعني انت تحط شبكه انت ترقع على الديفكت بص لو الديفكت فيري وايد او المصل سيفير بي او العيان اولد ايج او الهيرنيا ريكارد يعني اتعمل كذا مره ورجع لكن ايه اقول لك ده الكلام ده انا عايز اخش في ده على الريسن لكن المعلومات يعني انا طلبه وانا طلبت يقول لي ايه؟ اشوف انا فاكر السجاد وانا قدامكم عمال اطلبه حاطط دراعك انا في الكلام اكيد بص احنا دايما بنتعلم اكتر بدل انت جاي في الكلام انا في اعلى تركيز في الدرجات كنت ساكت في دراعك كنت ناسيه ورجعت بص فلسه حافظها بس لما كبرت بقى قعدت اطلب ده انا مش عارف معلومات غلط كتير مش غلط عشان انا حطها كانت بتدرس لنا غلط وكونسبتس قديمه مش معناها ان احنا نسيتنا اللي درسناها ده غلط وده العلم كان وقتها هو كان وقتها كده الاهم سؤال في الشفا ولا الانفيتيشن اوف فيرنيو بلاستي وي بص عيال كبير في السن الهيرنيا ريكارد الديفكت فيري وايد طب لو فيري وايد هتخيطه الديفكت هيمتى فانت بتشوف عايز تقرب بشكل تاني مش قادر بعيد عن بعض هتجيب رقعه من نفس البشر بتاع خلاف الديفكت ده فكان يقولوا لنا كده زمان اسمه بقى الحته ده الهاب التركه دي بقى راجل عظيم دي اللي جاي على هاتف بيتنا واسمه راجل اسمه ليه مش طايق دكتور ليه مش طايق احنا بنعتبر بسيرفر هو الفادر اوف مودرن هيرنيا سيرجري. يعني انا مش فاكر الاختراع بتاعه كان بسيط جدا. طب يقول لك ايه بقى؟ قال لي بقى المعلومات اللي علمتوها للدكتور ياسر عبد الحميد ده اللي هو للاربعه جنيه. قلت له امال ايه؟ عارف ايه بقى؟ عامل اختراع بسيط جدا. احنا هنتكلم هيرنيا بلس ومين بس بقى. بس يعني هو اللي عمل ايه؟ شيل السد. بص لازم تحط شبكه. والراجل قال ايه؟ قال جمله جميله جدا. نومش بينزل الجرس. يعني قرر ايه؟ بالعكس الكلام مثلا مش السيرتيفيكيت الكود ده اللي فاتت هيسيبك وتجيب. بص بص ايام انا كانوا ايه؟ الميكيشن كانوا بلس اربعه وانا طالب. بس مش كانوا شافوا عشان في بعض. النهارده لو انت قلت لي شافوا ايه؟ هتيجي درجه زي الزفت. يا ابني معلومات جت معلومات جت جت خلاص كان ده زمان اشتغل غير قال ايه؟ 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 طب يا عم قال لك اي هيرنيا سيرفش وقال جمله قاطعه جامعه مانعه نو مش ميز ريكارز مش ميز نو ريكارز وعمل حاجه اسمها كوز دوما تيشن في ليفل لعلمك اللي بتشتغل عليه ده الاساس الخراب والريكارز وفيرمن هي كلمة هيرميورافي يعني هو شيء كلمة هيرميورافي دي الدكتور يا طيب حاجة حاجة تقفل يعني قال لي بيبقى أفضل تنشن بصوا القميص بتاعك إيه رأيكم فيه؟ مش قصدي سوق لا بتنشن كويسة حلو رايق لو أنا لابس قميص تاني لو بص بص جيت أدفع إيدي كده طق مزرعة مقطوعة ليه؟ عشان القميص أفضل تنشن أيوة بص بص شايف ده رايق لابسه رايق تلاقي عيال لابسه تعبها شوف شباب كده لابسين قميص عمود فاهمين ارزاي ولا فاضيين شيبس هي قوي دي هي تقول لك سكين تايه قوي يعني سكين علاج يعني سكين وفي صور سكين كمان ده يقول لك بيت بس بلاي ستيشن ده لا لا اسمعوا سكين فين ده سكين يعني لسه عبير فحد يوصل مفاتن الجسد يعني هو ده الامر منه يعني ساعات ما في مفاتيح ولا حاجه المهم فاهمين قوي ازاي المهم فده كده سوبر سكين فسوبر سكين انا تخيلت يعني
يبقى بنطلون بينزل في سانتو بيجز يعني مش عريان وبنطلون تحت ايه؟ فاهمين قصدي؟ فبص ف ده ايه؟ اندر بيجز لو انا لابس قميص اندر بيجز معايا ما اسمه مش بهزر ده زي الكونس بتاع الليل والقميص بقى تاني حاجه كده والزراير مفصله كده ركعان كده تحت هتروح تروح مقطوع هو ده الكونس بتاع يعني هي لازم تكون فاتح برايم برايم عشان حط عينه حط ودع تحت هتنسى تاني القميص بينزع فقال ايه؟ جماعه اللفظ ده علمونا انا جاي بجد عليكم لفظ كلمه تنشن فري قال لي بقى تنشن فري ليرنينج قال بص انت تفت تشيل السلك او ما تشيلش يا اما بقى بص دماغك بص بص قال مش القضيه يا اما بلاش تشتغل هتعرفها فاتت السلك وتقول لي لازم تعمل ده بدون قال لك لا مش لازم السلك مش جزء من البريتون ارميها جوه سلكها ودماغه جوه البطن ما يبصش البريتون حلو عايز بقى كلامي ده كلام هو بيقول يعني قدامك الديفينت اهو وده اللي ما تغيرش ولا تفكر طيب هل هات شبكه حطها على الديفينت لا خلينا نعرف فايبروزس وسين الديفينت زي ما هو وسمى ده ليختنشتاين تنشن فري ليرنينج فمين قصدك ليختنشتاين تنشن بس لو انا هجيبه بيه الاول هعلمه يقول لي في ثلاث دقايق هي دي القصه الراجل ده كان ساب كده وشغال كان قال ايه؟ هي بتعمل يعني انا زاد غلط الكومبليت بيوتومي بينزل الجرس لازم تشيل الساب اب وتسلم وبعدين تقفل الديفكت غرز وتقوي غرز وساعات ما تحط شبكه يبقى ما بين انا عندها كذا مره شيل الساب ما شغالش بيجي الارض زود الساب جوه سيبه كده زي ما هو وابن عليه شبكه تعالى بقى طب انا حاجه كلها اللي بعد الجرمي خلاص هتلاقي ايوه 10 في الدقيقتين بقى خلاص سهله جدا ان فكره ابونا ليختنشتاين ماشي حضرتك طب اسالك سؤال الشبكه بتحط في كام وقت الشبكه مصري مش وماركس مش والترا برو مش ونقطع صورهم واحصرهم وما اعرفش اكسرهم طب نقطع السؤال المش عيال هتعرف فين ها؟ لا تعويض فور اي فور بادي ما انا حاطط ده فور بادي هي هي مش لابسه جزء ايه؟ فور بادي الاكشن ده الجسم اللي انا عندي فور بادي فانا حاطط فور بادي ده فالجسم يبتدي يهاجمه لما يهاجمه يعمل فيبروز ده اللي عادي ايه ده ايه؟ ايوه ممكن تفش بس لو بقيت تفش هي مصيبه تفش لو بقيت بس ودي سهله لازم تقطع ده نضيفه يعني حق كويس انا الراجل اللي جبت الدقيقه هو عيب الوحيد اللي بقى في الجرس جرس جيبه سيس الانتي بادي ما بيوصلهاش والانتي بادي ما بيوصلهاش في الارض الطب بتقول ها ده احنا ده نوع عيب كده بس انت تعرف هو على الطب انا فعلان طب لو في قاعده الطب بتقول نظرات عيب كده تقول لك انت عايز انا دبابه مقيله الاضرابي اقول لك قواعد الطب الطب له قواعد انا اعرف اعمله فين ها هو في حاجه في الطب بيقول ان انفكتد بروفيسز ماست بي ريموف ايفن اف اتس فاتد ذا هارت فمين قصدي ان انفكتد بروفيسز ماست بي ريموف ايفن اف اتس فاتد ذا هارت انا بس هتقول عض بيركبوا شرايط ومصاريف في العض والناس يا لهوي العض عندهم انفكشن حصل انفكشن على شكل مصيب لازم بيفتح ويشيلها ده فول البادي ايوه فول البادي مصنع لازم تراعي اصول الانتي سيبسس كويس جدا هي كارثته في ايه؟ شايلها انفكتد فان ميتال فانز وحط انفكتد شبه انفكتد دي كوارث طب فهمت قصدي ازاي؟ وعشان كده لو انا سالتك سؤال بقى لو انت جدع
تقترح الجدع على فكره من ضمن اللي انا شرحته تقول لي ايه التو سيتويشن دي؟ والله العظيم عشان ما اعرفش انت ايه بص ده انا قلته ايه التو سيتويشن في الغير كامبير اللي ما تحطش فيه شبكه؟ يقول لك انا بحط شبكه. قال والله عليك يعني ابعد عني بالظبط ابعد كده قال لي وشيل لك والعكس سيرجوليت انفكشن كده بس يعني شبكه ما تقدرش تعمل كنت يعني كلمه كونجنتا سمعت عن العيال الصغيره بتاعتي ما عايزه كونجنتا جوايا ده سمعت عليها؟ في ساعات بتكون كونجنتا زي كده بتنزل يا ولد صحيح انت عارف اسمها ايه ازاي؟ اسمها ايه؟ ايوه فاهم؟ جدع بس لا ده بقى يعني تقول بالطريقه يعني كده بس كويس هي برامج 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 حلو حلو احسن من الخبز اللي ما تكلمهمش يعني ولا في ناس تقول لك فاجيناليس دي هتاخد كلام بص بروسيسور فاجيناليس دي عباره عن سايت من الفيديو بتنزل مع البيزنس المفروض بالكوبريتريشن لو ما حصلهاش كوبريتريشن بينزل فيها فاهمينتر بروسيسور لا لا الاخ اللي بيتكلم ده قال له يا ابن عمر لا انا بعرف خلي بالك اسمها اون ليج مش على المصرف من تحت ان ليج مش
بينتهم من تحت الى لمسه الانتستن دايركت اسمها سب ليش. ودي لازم تكون بارشل الابزربابل عشان ما تخرجش المصارين، حاجه اسمها الالترا فورميشن ده بارشل الابزربابل. عايز اقول يعني ممكن تخش يا دكتور تقول لي ان ليه بالظبط دي احسن واحده تجيب ليه طبعا تحت المطر تعرف كام مره. تعالى بقى في الكتير بقى تعالى نقول ايه اللي كده انت لقيت دلوقتي عليه بقى خلاص ايه ايه ار اللي بيبني اللي بقى تعالى انواع اللي بقى 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 ايه اللي بيحصل كده. انا كمان اكون فهمتك انا قلت لك البرنسبلز فاهم قصدي ازاي بتاعت الموضوع برنسبلز فاهمين. بص واحد عندها بقى 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 سومن في الماضي بقى في البيت وبتاع مش عارف ايه هنفتح عليها سكيل ديسيجن وبعدين نسالك ازاي بتاعك اللي بقى الاوبرا دي بتاعها ونسالك ازاي وبعدين نفتح ازاي ونسالك الكونتنت ونرجع الكونتنت لجوه والسات ممكن يبقى جوه او يشيلها يعني يعمل ريبورت او ما نعملش ولازم نحط شكل اسمها هي بالظبط خلاص تمام. طب الموبايل ديرني نفس الكلام نعمل ريستاين بيتشن فري ريبير نفتح الموبايل الكلام سكيل وسابوتينيس نستنى الموبايل ثالث ستات الاكسبيرمنت كور خلينا اول نفتح الكور ونشيل ستات اخر سؤال جوه ونحط شبكه كومن ديفيكت واحده عندها انسيجنال ليرننج خلينا اول زي انسيجنال ليرننج علاج ايه انسيجنال ليرننج يعني واحده عملت بس كوبي فور ستيكلي من رايت سبورت انسيجن بعد كده حصل تير في المصل وبعد كده تعمل تير حلفتها نشيل الاسكار القديم ونسدد الستات يا اما نشيلها يا اما نرميها جوه وبعدين نقفل الديفيكت الغرز فاهمين ونحط عليه ايه مش فاهمين او ازاي نحطها عليه او تحتيه او كذا. طبعا المش ممكن تتحط بالاوبن او بالابراس. تعالوا نقول كده بعض الصور ادي مثلا صوره صوره الموبايل اللي بيبصوا فاتحين كده بصوا لا دي كانت انسجن يا رب بص دي كانت انسجن تقول لنا ايه؟ ثواني يا باشا جاي لك يا عم دي برضه تمام شكرا شكرا يا جماعه ثانك يو فيري ماتش.